بون خاوتي السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فلوق جديد. كما قريتوا العنوان اليوم رانا رايحين لوكسمبورغ. صباح البرد هنا في الالمان، طونوبيل راهي مغلاسيا عليك، طونوبيل راهي مغلاسيا كومبلي. دوك نهبط نحي الجليد هذا ونتكلوا على ربي ان شاء الله. ديستيناسيون لوكسمبورغ. على القرايه هنا الدراسه كيفاش، وراح نهضروا على اللجوء كيفاش يندار وشحال يطول، والورق تاع لوكسمبورغ ساهلين واعرين، وراح نحكيوا على الحاجه التروازيام، راح نحكيوا على الخدمه وعلى المعيشه اون جينيرال في لوكسمبورغ. اول معلومه، لوكسمبورغ عاصمتها لوكسمبورغ، يعني العاصمه تاع البلاد اسمها لوكسمبورغ. الحاجه الدوزيام، لوكسمبورغ اللغه اللي يهضروها هي اللغه الفرنسيه. في لوكسمبورغ كما تشوفوا العلامات، في لوكسمبورغ الاعلام ديالهم يبان كيما تاع فرنسا، برك تاع فرنسا يجي هكذا وهدايا يجي العكس. بون خاوتي، حاجه ثانيه كنزيدها لكم على لوكسمبورغ، لوكسمبورغ هي اغلى بلد في العالم، اغنى بلد في العالم بعد مصنفينها بعد قطر في يعني في الثراء الفاحش اللي عندهم. وهذه هي البلاصه اللي يجيوها اصحاب الدراهم باش يديروا غسيل الاموال ديالهم، هي لوكسمبورغ. وحاجه ثانيه لهنايا، هنا في لوكسمبورغ الخدمه لهنايا ما عندهمش بزاف السكان، السكان ديالهم ماشي بزاف، اعترفوا بالاسلام غير في 2008. ولوكسمبورغ حاجه اللي مليحه فيها الفلاس فيها بزاف شباب، هنا اللي يلقى خدمه في لوكسمبورغ يصوفي. شوف البورش، لوكسمبورغ هي اكبر بلاد تحتوي على السيارات، معناتها هنايا تقريبا كل مواطن عنده سياره. من اكبر البلدان في اوروبا اللي يكسبوا السيارات هي لوكسمبورغ، يعني هنايا تقريبا داروا حساب واحد الوقت كشغل لوكسمبورغ كاع ما كاش اللي ما عندوش طوموبيل. هاد البلاد صغيرة بزاف فيها غير الهبال. هنايا في لوكسمبورغ كومبلي كاين 1500 ولا 1300 شرطي برك. والحاجة اللي تانا كلها هنا بيزار وما تفهمهاش، عندهم غير زوج حباس في لوكسمبورغ كومبلي، كاين زوج حباس وكاين 1300 شرطي. هذا ما كان، معناتها لهنا بلاد الأمن والأمان. هبلوني. خاوتي، حاجه اللي تفيد خاوتنا اللي راهم حابين يجوا يعيشوا في لوكسمبورغ، لهنا قال لك كي تتزوج مع وحده من لوكسمبورغ ما يقولكش اهبط للبلاد، وقال لك اجراءات الزواج ساهله قاعيتك، شو لك راح تتزوج مع بنت عمك ولا مع بنت خالتك ما كاين حتى صعوبات، تروحوا تعقدوا، قال لك ترفد ورق تاع 5 سنين. الحاجه المليحه في لوكسمبورغ كانك في الزواج ديالها ما يقولكش عاود ترجع للبلاد وعاود اطلع. الحاجه
الحاجة التروازيام تاعك المعلومة المفيدة والجميلة واللي أنا عجبتني، الصغارات اللي هنا هابلين على النورد أفريكا يحبوا لي زالجيني ولي ماروكا ولي تونيزيا، باسكو هما اللي هنا يحكيو كيما قلنا، يحكيو الفرنسي يحكيو الألمو ويحكيو واحد اللغة تشبه للفلامو تاع هولندا. ليسونسيال اللي يجي لهنايا بالفرنسي تعيش بارتو، الناس قاعد تحكي لهنا فرنسي، والصغارات اللي هنا قال لك يهبلوا على واحد نورد افريكا. مانيش نحكي لك في الهضره هذه من الالمان، رانا هنا اليوم في لوكسمبورغ، والمعلومات اللي انا نجيبهم لكم انا نجيبهم من عند ولاد لوكسمبورغ، وان شاء الله اليوم الفلوك تاع اليوم راح يكون فيه غير جديد، تبعوني. بو خالتي حاجه شابه بزاف لهنا في لوكسمبورغ، ترونسبور باطل. انا نهار سمعتها من الالمان ما امنتش، قلت كيفاش هادي ترونسبور باطل؟ اي با جيت لهنايا لهنا ترونسبور باطل، ما تخلص والو، وسائل النقل في لوكسمبورغ مجانيه لكل الشعب، معناتها كي تحب تروح لبلاصه اركب دي بلاصي وما تخلص حتى دورو. واش نزيد لك؟ بون خاوتي راني خارج من العاصمه لوكسمبورغ، بلاد بزاف شابه كيما شفتوا معنا. الفلوغ تاع اليوم راه الحق لافا ديالو، الجزء الاول من الفلوغ تاع لوكسمبورغ الحق الاخر ديالو، الجزء الثاني راح يكون على اخواننا الطلبه، راح ندير لكم الفلوغ كومبلي يعني ليكم نتوما على الدراسه في لوكسمبورغ، راح يكون على يومين ان شاء الله. برك باش نقول لكم واش راح نديروا في لا فيديو تاع لا فيديو الجايه ان شاء الله، راح نروح حتى لوكسمبورغ حتى الجامعه جايه في الحدود تاع فرنسا، راح نصور لكم من داخل الحرم الجامعي، راح نكون اول جزائري او اول ما يعني من شمال افريقيا يعني تونس المغرب الجزائر، راح نكون الاول اللي راح يدير لكم فلوغ من داخل الجامعه تاع لوكسمبورغ باش خاوتي تستفادوا وتلحقكم المعلومه من المصدر ديالها. الى راك جديد معنا في لاشان ابوني باش يلحقك غير جديد ان شاء الله، وباش تحضر معنا الفيديو تاع الطلبه. هلا في روحكم بزاف خاوتي، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله من داخل الحرم الجامعي. مالك جرماني توجور، السلام عليكم.